وأخبار السادسة من يو تي في، أهلا بكم. قبل يوم من ذكرى تجدد احتجاجات تشرين في 25 من تشرين الأول 2019، شهدت العاصمة بغداد تجديدا أمنيا في مقتربات المنطقة الخضراء. وقال مراسلنا أن القوات الأمنية الماسكة للمنطقة الخضراء نفذت إجراءات أمنية مشددة منعت فيها دخول العجلات التي تقل أكثر من شخصين، مؤكدا تسبب هذه الإجراءات بزحامات خانقة حول مخارج المنطقة الخضراء ومداخلها. هذا ومن المقرر أن تشهد بغداد وعدد من مدن العراق تظاهرات واسعة سبقها ناشطون بالتحشيد إليها عبر بيانات قالوا إنها وثيقة لمبادئ تشرين. سياسيا، كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنقالي في حديثه لبرنامج مع ملا طلال أن حقائب الخارجية والإسكان والإعمار في الحكومة المقبلة حسمت للبارتي، مشيرا إلى أن وزارة العدل سيشغلها مرشح اليكتي. والبيئة والإسكان، حسن الإسكان والإعمار والخارجية، هذول منتهين. الخارجية والإسكان والإعمار منتهين، هذول حصة الحزب الديمقراطي. بس الأسماء بقت الأسماء دكتور فؤاد، والله هذه تبقى يم القيادة. صدق أنا ما عندي معلومة، لو عندي الرئيس من يختار الأسماء تجي الوزارة الثالثة أعتقد راح يتفقون عليها، يعني على الأكثر، يعني هاي توقع، يعني ما أعرف، بس على الأكثر راح ينطون على الأكثر وزارة العدل لهم والثلاثة البقية. أنه وخلال البرنامج نفسه رجح النائب عن دولة القانون عقيل الفتلاوي تقديم المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني كابينته الوزارية أمام البرلمان ما بين الخميس وبداية الأسبوع المقبل. الآن لكل وزارة يقدم تقريبا قرابة 3 إلى 4 وزراء. بعض الوزراء أو بعض المرشحين يعرفهم السيد محمد شياع السوداني، اقتنع بهم قبل أن يصلوا إلى المقابلة، وقسم منهم لا، كل لجنة الآن تقابل وتشوف، تتكلم معهم وتشوفهم المهنية ضرورية جدا. على الحج المفروض الكابينة، يعني هسه مو 2 3 4 يا أبا خميس، هي إن شاء الله الخميس. ها؟ إن شاء الله. لا مو الخميس، يعني إذا مو الخميس بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله. لمناقشة ملف الكابينة الوزارية الجديدة ينضم إلينا أستاذ الإعلام السياسي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني. أهلا ومرحبا بك دكتور فاضل. بداية أبدأ معك ومن جلسة التصويت على الكابينة الوزارية التي سيقدمها السوداني، هل تتوقع يعني موعد قريب لعقد هذه الجلسة؟ وما الذي يؤخر عقد هذه الجلسة حتى الآن؟ شكرا لحضرتك وشكرا للمتابعين. الجلسة كان المفروض يعني أن تكون خلال هذا الأسبوع يوم الاثنين، أن يعقد البرلمان ويصوت عليها، لكن في تفاصيل عميقة بسببها الكتل السياسية التي حقيقة عادت من جديد إلى مسألة المصلحة الخاصة لكل كتلة لكل حزب في داخل المكونات المتعددة، وطبعا هذا أخر يعني تشكيل الكابينة والتصويت عليها. لا أعتقد هذا الأسبوع سيعقد البرلمان جلسة التصويت على الكابينة الحكومية، وحقيقة بدت يعني الأسبوع، هذا الأسبوع هي الأمور تبدو أعقد من الأسبوع الماضي. لا نريد أن نقول الأسبوع المقبل قد تتعقد الأمور، لأنه عملية التعقيد بمعنى باقي أسبوعين، فالأسبوعين لابد أن تحسم الكابينة الحكومية. التفاصيل الداخلية إن القوى السياسية جميعا ضمن المكونات الثلاث الرئيسة اللي هي الشيعية والسنية والكردية، كلها مختلفة فيما بينها على مصالح تخص الوزارة، يجب أن تكون لهذا الحزب أو ذاك أو هاي الكتلة أو ذاك، وبالطبع هذا أخر الأمور، حتى الأمور أصبحت يعني تحولت من 3 مرشحين وعليك أن تختار واحد، لكن الكتلة تلزم السيد السوداني بأن أقدم لك 3، لكن أنت اختار هو هذا الأول، لا تختار غيره أو اختار الشخص الفلاني. السوداني هو جزء من العملية السياسية في البرلمان في الحكومة، فهو يفهم ويعرف كل هذه الشخصيات ولديه معلومات
يعني خاصة عن هذه الشخصيات، هو رفض بعضها بسبب عدم انسجام تخصصه مع هذه الوزارات، وبعضها طبعا اصطدم بمصالح القوى الحزبية مع بعضها. طيب تشكيل كابينة السوداني الوزراء ماذا تختلف عن الحكومات السابقة، سيما أن المكلف يسعى لتقديمها في وقت غير مألوف ومختلف عن الحكومات السابقة؟ من الواضح أنها هي الصورة نفسها مكررة. حكومة السيد السوداني ولدت قوى حزبية هي متواجدة سابقا، وتشكلت الحكومات منها وهي ذات الثقافة المصلحية بعيدا عن المصلحة الوطنية، المناكفات، الخلافات، المصالح التي تتحكم بمصير هذه الحكومة قبل تشكيلها هي ذاتها. بالنتيجة احنا امام مسار حكومي نتطلع عن يرى النور. هذه الحكومة واضح انها حكومة توافقية حزبية بعيدة عن المستقلين اللي ما اعتقد راح يكون لهم نصيب، والجو السياسي يقول عليك بانتخاب الشخصيات الحزبية ولا تذهب إلى الشخصيات المهنية. لذلك لا اختلاف في الأمر ولا اختلاف في المزاج السياسي، سوى أن السوداني الآن بدأ يحاصر من قبل القوى السياسية. يعني برأيي على القوى السياسية أن تعلم استحقاق الشعب العراقي الذي صبر لأكثر من سنة من أجل ولادة حكومة وشارك بانتخابات وعانى، وهنالك تحديات الحياة أمامه في الخدمات، في الفقر، في قضايا الأمن الهش، في قضايا مستقبل هذه الأجيال، في قضية رئيسية وهي بديهية، مسألة الموازنة السنة الثالثة وعدم إقرار الموازنة. هذه مسألة بمعنى تعطيل لكل برامج الحياة العراقية. إذن على القوى السياسية أن تلتفت إلى الشعب العراقي ولا تبقي مصالحها هي الأولوية في سياستها وبرامجها. نعم. طيب دكتور فاضل، السيد السوداني وفي بيان بالأمس قال إن حكومته ائتلافية، وهذا النوع من الحكومات ينتج عادة عن أزمة في السياسة والاقتصاد أيضا. ما حظوظ السيد محمد شياع السوداني برأيك؟ باعتقادي السيد السوداني سيواجه خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل مضايقات كثيرة وتحديات جمة أمامه قد تجعله حتى يهدد بسحب ترشيحه. لكن أتوقع من خلال تجربة هذه القوى السياسية وتعاملنا معها أن هذه القوى السياسية في اللحظة الأخيرة قبل أن تنتهي أو نصل إلى نفاذ هذه المدة الدستورية سوف تتنازل. هي لا تريد الآن، تريد أن تؤزم الأمور بوجه السوداني وتضغط عليه وتضعفه في البداية. هي تريد أن تكون أقوى منه من اللحظة الأولى قبل أن يشكل الحكومة. لكن باعتقادي كل القوى السياسية عندما يصل الأمر إلى الأيام الأخيرة سوف تقتنع بحصصها وفق العدد، وتقتنع يعني بدأ هذه الوزارة أفضل من ذيك الوزارة، هذه أيضا سوف تتبدد. عموما هي تحتاج المسألة إلى جهود، والسوداني لحظة يتحرك على كل القوى السياسية، يطفئ النيران، يحاول أن يردم الفجوات التي تضعها أمام القوى السياسية، ويحاول أن يفهم هذه القوى بأننا في الفرصة الأخيرة. وحقيقة أقول ما لم تتشكل الحكومة الحالية، بمعنى أن القوى السياسية ذهبت بالوطن إلى النفق المظلم الذي لا يمكن أن نرى هذه القوة تظهر على المشهد السياسي مرة ثانية، فمن مصلحتها أن تقبل وأن تتعاون مع المكلف بتشكيل الحكومة وأن تمضي بسياستها ومساندتها للحكومة وأن تختلف في تعاملها وبرامجها.
هذه مع هذه الحكومة بخلاف ما كانت تتعامل به مع الحكومات السابقة. الآن الظروف اختلفت، الظروف الداخلية، الظروف الدولية. الشارع العراقي لا يمكن، لو أجريت انتخابات لا يمكن لمواطن عراقي بعد يذهب إلى الانتخابات. إذن من واجب القوى السياسية أن تتحلى بالوعي السياسي والشعبي، وأن تصنع مرة ثانية أو تبني علاقة طيبة بينه وبين الشارع. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، الأستاذ الإعلام السياسي في الجامعة العراقية دكتور فاضل البدراني، كنت معنا مباشرة ومن بغداد. قال رئيس الوزراء المكلف محمد شيع السوداني إن الحكومة المقبلة ستولي أهمية قصوى لتوفير البيئة الاستثمارية في العراق، وذكر بيان رسمي أن السوداني استقبل في مكتبه ببغداد سفير الجمهورية كوريا الجنوبية جوي سونغ سو، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما أشار إلى أن السوداني تعهد بتقديم الحماية الكافية للشركات العاملة، مؤكدا حاجة العراق إلى تعزيز الشراكة مع دول العالم للاستفادة من خبراتها في بناء وتنمية القطاعات الصناعية والتعليمية. بحث رئيس كتلة السيادة البرلمانية النائب شعلان الكريم مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية كلاوديو كوردوني، بحث معه آخر التطورات السياسية في المنطقة والبلاد. الدائرة الإعلامية للبرلمان ذكرت في بيان أن الكريم استقبل كوردوني مقر إقامته في بغداد، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك بين جميع القوى السياسية العراقية لتشكيل حكومة تخدم مصالح الناس وإنهاء مظاهر العنف والسلاح المنفلت وتحسين الأوضاع العامة في البلاد. عن سرقة التريليونات، قال نائب عن دولة القانون محمد الصيهود إن مطالبات برلمانية رفعت إلى القضاء بشأن منع أعضاء الحكومة من السفر بدءا من رئيس الوزراء إلى موظفي الدرجات الخاصة. هناك ملفات كثيرة في كل مؤسسات الدولة، في كل الوزارات توجد ملفات فساد خطيرة وكبيرة، وبالتالي أنه على مجلس النواب أن يعني يأخذ دور الرقابي في هذا الموضوع، وبدءا نحن طالبنا القضاء والادعاء العام بمنع سفر الحكومة بدءا من رئيس الوزراء إلى الدرجات الخاصة لكي يتسنى للقضاء إجراء تحقيق عادل بهذه الملفات، في هذه الملفات ملفات الفساد. من جانبه قال النائب عن دولة القانون أحمد البدري أن محاربة الفساد المستشر في مؤسسات الدولة وكشف ملفاته واحد من أولويات حكومة السوداني والتي يأمل المضي بها وإكمالها. قطعا اليوم واجب ودور السلطتين التشريعية والتنفيذية والحكومة المقبلة من أولوياتها متابعة ملفات الفساد التي عصفت في حكومة الكاظمي، وهناك ملفات خطيرة لابد أن يطلع عليها الرأي العام وأن تتخذ بها إجراءات، ومن أولويات حكومة السيد السوداني هو ملف الفساد ومحاربة الفساد. نأمل من هذه من السيد السوداني أن يمضي قدما بهذه الخطوة. 8 سنوات مرت ثقيلة على النازحين العراقيين في مخيمات لا يتوافر فيها أدنى مستوى للعيش الكريم، ومستقبل مجهول لا يبشر بعودة قريبة لهذه الأسر. وبات واضحا أن الملف لا يخلو من تدخلات وفرض إيرادات على حساب مآسي أكثر من 1 مليون نازح. التفاصيل مع الزميل علي حليم. للعام الثامن على التوالي تعيش مئات آلاف الأسر العراقية النازحة ظروفا قاسية في مخيمات لا تقي حر الصيف ولا بأس الشتاء ولا توفر الحد الأدنى للعيش الكريم. معاناة نازحين تزداد مع دخول فصل الشتاء الذي يزيد من آلامهم في ظل تنص الحكومة تجاه المأساة المستمرة. تؤكد تقارير دولية وجود أكثر من 1,200,000 نازح ما زالوا خارج مناطقهم الأصلية، منهم 25% تقريبا في مخيمات رسمية، في حين يقطن الباقي خارج إطار المخيمات الرسمية. المأساة متواصلة منذ دخول داعش البلاد عام 2014.
الحكومات المتعاقبة عجزت بعد كل تلك السنوات من حسم ملف النزوح لأسباب متعددة، بعضها يتعلق بمنع جهات نافذة عودة النازحين إلى مدنهم، وأخرى خدماتية متعلقة بتعرض منازلهم للهدم والسلب من دون تعويضات حكومية. وفي ظل سطوة جهات متنفذة وغياب العدالة بالإضافة إلى تردد الجانب الخدمي ووجود الألغام والمخلفات الحربية، كل ذلك يصعب عودة العائلات النازحة إلى ديارهم، ليبقى حق العودة رهن إرادة سياسية، إذ بات واضحا أن الملف لا يخلو من تدخلات وفرض إرادات تجير الملف المأساوية لصالحها. أكد الناطق باسم مفوضيات شؤون اللاجئين في العراق فراس الخطيب أن هناك حاجة لإرادة سياسية وإعادة ترميم البنية التحتية لحسم ملف عودة النازحين إلى مناطقهم. دائما في مسألة النزوح الداخلي، وهي مسألة تخص الحكومة بالدرجة الأولى لأنهم يعني مواطنون هذه الدولة، هناك حاجة لإرادة سياسية وحسم. سابقا كان في أزمة بالحكومة، اليوم نشهد تشكيل حكومة ووزارات، فنرجو أنه يكون هذا بداية لحلول، لأن ليس فقط الإرادة السياسية ولكن هناك حاجة لترميم، إصلاح بنية تحتية، إعادة المساكن، إعادة الناس إلى مناطقها الأصلية. لا يجب أن يبقى الإنسان في مخيم وتسأله كيف تعيش في المخيم. لا يوجد حياة اقتصادية ولا يوجد حياة طبيعية لمن هم يعيشون في ظروف مؤقتة. المخيم هو ظرف مؤقت. الخطيب دعا إلى ضرورة عودة النازحين وعدم تركهم مهمشين سنوات طويلة، محذرا من هجرة داخلية جديدة بسبب العامل الاقتصادي والمناخي. هناك حاجة ماسة للعودة إلى الوطن وإلى التذكير بأن العامل الاقتصادي والعامل المناخي قد يدفع الناس داخليا إلى الهجرة مرة أخرى بسبب المناخ ونقص المياه. ولهذا يعني يجب، أنها ليست مسألة من يمنع ومن يحب ومن لا يحب، هي مسألة تخص الجميع، الوطن للجميع، البلد لكل الناس. عودة النازحين مسألة حيوية، لا يجوز أن يتم تركهم مهمشين سنوات طويلة. بعد أن كان مقرراً زراعة أكثر من 500 ألف دونم، تراجعت حصة المثنى إلى 40 ألفاً فقط بسبب الجفاف، ما دفعها إلى التوجه صوب البادية لتعويض النقص في خطتها وتأمين الغذاء لسكانها بالاعتماد على الخزين المائي فيها. كان من المقرر أن تزرع المثنى أكثر من 500 ألف دونم من هذا الموسم، لكن حصتها باتت اليوم 40 ألف دونم فقط. فبلاد الرافدين تمر بسنوات عجاف بسبب أزمة مياه قلصت المساحات الخضراء إلى أدنى مستوياتها. بقرار من وزارة الزراعة لمواجهة شح المياه والجفاف، من مساحة 510 ألف دونم اللي متفقين ويا وزارة الموارد المائية والتي تزرع على الأنهر، تم يعني منحنا لزراعة بحدود حوالي ما يقارب 40 ألف دونم، وهذه المساحات مساحات بائسة جدا لا تغطي ما تأمله محافظة المثنى التي تأمل في يوم من الأيام أن تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. ولمواجهة سنوات الجفاف تتجه المثنى صوب البادية لتعويض النقص الحاصل في خطتها الزراعية وتأمين الغذاء لسكانها بالاعتماد على الخزين المائي فيها، فهو يعادل تصريف مياه شط العرب المقدر بأكثر من 16 مليار متر مكعب بحسب خبراء الجغرافيا. لا نبقى مكتوفي الأيد، توجهنا نحو البادية وسجلنا خطة بحدود 245 ألف دونم تزرع الآبار، ومع توجيه معالي الوزير الزراعة باعتماد المساحات العقود الذي لم تجدد أيضا تسجيلها خطة ثم تجديدها. تقليص المساحات المزروعة في العراق بسبب شح المياه حرم فلاحي المثنى من الزراعة في موسم الصيف السابق هذا العام،
ما تسبب بخسائر كبيرة دفعت السلطات الزراعية إلى إعفائهم من بدلات الإيجار وتعويضهم ماليا بأربعة مليارات ونصف مليار دينار. تعويض المزارعين محصول الشلب عن 450 ألف دينار للدونم الواحد مزروع عنبر و350 ألف دينار للدونم المزروع ياسمين، وهذا التعويض يعتبر مجزي للفلاحين لموسم 2022 محصول زراعة الشلب. وتحتاج المحافظة إلى أكثر من 1500 جهاز للرش لمزارعيها في بادية المثنى، وهو ما دفع مديرية زراعتها للمطالبة بإنشاء معمل خاص بها لصناعة أجهزة حديثة وتزويد المزارعين بها. من المثنى خليل بركات، UTV. إلى يوميات المدن، حيث يطوف مهندس وممرض بدراجته على المرضى والمقعدين في الفلوجة لخدمتهم ورعايتهم. القصة كاملة نتابعها من هناك مع نبيل عزامي. في الأفلام فقط يزور الطبيب أو الممرض مرضاه في المنزل، وهنا في الفلوجة تحول هذا الأمر إلى واقع. فبعد أن أكمل هندسة الكهرباء، لجأ بلال إلى إكمال تخصص ثان في التمريض، متجولا بدراجته بين بيوت مرضى لا يستطيعون الخروج إلى العيادة ليلا أو نهارا. الاسم بلال أحمد عبد العزيز، خريج هندسة كهرباء وإلكترون، وخريج أيضا معهد طبي. اشتغلت مجال عيادة طبية متنقلة عبر دراجة هوائية، يعني عملي، وبأي وقت كان ليل أو نهار بأي وقت يعني أطلع لهم. كثير أنا متفرح يعني، خاصة البارحة بالساعة بثنتين بالليل اتصلوا بي عائلة، امرأة كبيرة بالسن مقعدة ومؤوتة الكانونة ما يقدر يأخذوها للمستشفى. فمن رحت لهم الساعة بثنتين بالليل قالوا ما تصورنا أنه حد راح يجينا وحد يعني بهذا الوقت يعني. لم يكن طموح بلال أن يدخل مجال التمريض بداية مشواره، لكن موقفا جرى معه خلال فترة كورونا دفعه إلى أن يدخل مجالا إنسانيا يخدم به المجتمع. التجأت لهذا العمل لأن فكرت بالحالة الإنسانية أول شيء طبعا، وأساس هاي العمل أنه كان والدي مريض وعنده كسر بالفقرات وصابته كورونا، فما كان أحد يجي للبيت. فمن هاي النقطة انطلقت بهذا العمل، يعني جتني الفكرة بهذا العمل. فالعالم تفرح بنفس الوقت، أنا همتي أنا أفرح لأن دا أشوف دا أقدم مساعدة حلوة للعالم. جايك بالطريقة يا أخي. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. هذا المبدأ الذي انطلق منه بلال المهندس والممرض، وقبل ذلك الإنسان، ليكون فردا صالحا في المجتمع. نبيل عزامي، UTV، الأنبار. من معبد للديانة الزرادشتية إلى وحدة طبية لمعالجة البيشمركة، ثم إلى معلم سياحي، تحولات شهدها كهفو أنيشكي في محافظة دهوك، وقصته نتابعها في سياق هذا التقرير. خلال 1000 عام ماضية شهد كهفو أنيشكي تحولات كثيرة، من معبد للزرادشت ثم إلى كنيسة، واستخدم في سبعينيات القرن الماضي وحدة معالجة طبية للبيشمركة، وانتهى به المطاف معلما سياحيا يرتاده السياح من مختلف المدن العراقية. بشكل عام المناطق بالعراق دائما ما تتحول من مناطق يعني عسكرية ومناطق الصراعات إلى مناطق آمنة ومناطق سياحية. فعلى سبيل المثال كما ذكرت أنت، يعني من خلال يعني بعد 75 عام 75 وبالذات 78 تحول من منطقة يعني من كهف على شكل مخبأ أو ملجأ أو مستشفى تحول إلى مكان سياح. تتوسط الكهف الواقع شمال شرقي دهوك بين سرسينغ وسولاف عين ماء تساهم في تبريد المكان. ورغم وجود طاولات الطعام وأماكن استراحة الزوار داخل الكهف وفي محيطه، فإن القائمين عليه يؤكدون حرصهم على الحفاظ على روحية المكان الذي صنعته الطبيعة. شيء قديم، شيء تراثي أثري، يعني
شيء حلو واحد يرتاح به من يقعد بوجهه وحلو ما يبي ناس يجون هوايه من العراق من الجنوب من برا يجون يعني شفت جماعه من المانيا جايين من تركيا جايين من هولندا جايين حبيته صراحه كلش. مطعم الكهف عرف بتقديم أكلات كردية مثل الماعز الجبلي ولحوم الغزال وغيرها من لحوم الحيوانات والطيور المنتشرة في هذه المنطقة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا عن مركز المدينة. ورغم بعد المسافة فإن سحر الطبيعة وعبق الماضي يستحقان أعناء التجربة. مشرق المنصور، دهوك، UTV. ختام السادسة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.